اي بي جيمنج وفيديو جديد. فيديو النهارده شباب، طبعا قبل ما نبدا فيديو النهارده، كل سنه وانتم طيبين يا احلى ابطال في الدنيا. والله العظيم يعني انا فرحان جدا بالتفاعل، والنهارده وصلنا 4000 مشترك يا شباب. بحبكم جدا، وان شاء الله في رمضان هحاول ان انزل لكم كل يوم فيديوهين، فيديو الصبح وفيديو بالليل، يعني مثلا فيديو قبل الفطار فيديو بعد الفطار، يبقى فيديوهات كتير عشان يعني نتسلى مع بعضينا في رمضان. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا في قناه جديده شباب انا عملتها، قناه للاغاني، بس انا اصلا يعني بعمل اغاني، واحتمال كمان في اغاني لرمضان، في اغنيه لرمضان جميله جدا احتمال اعملها، فيا ريتوا تروحوا تشتركوا في القناه دي. القناه اسمها بلال طارق بالعربي، بلال طارق بالانجليزي، فهتلاقوا القناه دي، رابط القناه هتلاقوها تحت في الوصف. فاتمنى ان انتوا تروحوا تشتركوا فيها، عايزين نوصلها ل 200 مشترك، يعني يا ريت يعني حبايبي. ويلا بينا ندوس بلاي. ايه ده، انا سمعت اختي. اه لا لا والله يا زوزو، مش عارف، انا سمعت شباب اللي فيها تحديث. ايه ده، المكان ده غريب قوي عليا، انا اول مره. لا استنى بلاي، تعالى هنا عشان تطلع تموت. هو ايبك، اوعى ده التحديث ده اسطوري. لا انت هتطلع تموت، فانا هستخبى جوه السلم. فين ده؟ انا فين انه فين هم ال ال كانش؟ اه هو فين الكنش؟ الله اعلم. يا لهوي، انا بس انا اصلا طالع اكتشف اصلا. ايه ده معاه سلاح، سلاح ولا ايه ده؟ هو فين ده الكنش نايم؟ ايه ده يا ماما؟ هي كنش نايم ولا ايه؟ يا بلال لو وقفت هتموت، ياما حد يموته. تعالى انا بس بستكشف الاماكن، بس هو نايم دلوقتي. سيبيه مش عارف، متاكد انه مش صاحي؟ حاسه والله، حاسه نايم. ما بص اعمل ازاي. طب يلا بينا. ايه ده 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 طب يلا بقى ندور بسرعة مع الشباب. تعالى فاضل دقيقة يا عم. دقيقة والله نقدر، ما هو نايم الكنشنش. يا لهوي ده هيصحى. مفتاح ايه ده؟ مفتاح اخضر، عايزين مفتاح. ايه ده ايه ده، ده لاب. اوعى اوعى يكون جاي، اوعى يكون جاي. ده كنشنش خربان، انا عمري ما شفت كنشنش كده. كل الكنشنش بيبقى شرير يا شباب. ايه ده ايه ده ايه ده، اوعى الاسطور. ايه الاماكن دي يا جدعان، والله بجد مش مصدق. ايه ده بيجي ورايا. ايه ده ايه ده، هو في كام كنشنش يا حبيبي؟ إيه انت زي ما قلت، انا مش فاهم يا شباب والله. كم ازاي بقى؟ ايه ده، هو في اتنين؟ بلال استنى كده. ايه ده، حد طالع لك؟ ايه ده، الكنشنش اللي اختفى ليه؟ انا مش فاهم بصراحه يا شباب. ايه ده، انا موت. ايه حصل ده؟ يا لهوي يا شباب، ايه ده والله انا مش مصدق. ايوه اختي هي الوحيده اللي عايشه. وحيدة ايه؟ امال مين اللي جنبي ده؟ ما هو انت وده بس، عشان كده هتموتوا ولا ايه؟ اكيد هو جاي. انا هطلع فوق. وقف تاني، خلاص انتوا خسرتوا. خمسة له كل ده. 3-2 يا وي، خلاص للاسف خسرنا. يلا بينا يا رب على الكنشنش. لا يا شباب، لو انا اكون الكنشنش ده هبقى اسطوري. انا هعرف مين اقول لك ازاي. لو اختفى اسمك يبقى انت، لو اختفى اسمي. اه لازم يختفي اسم شخص، انا بقالي كتير مش بلعب بصراحه. اوه المبات، ايه ده، هو اللي في الماب الخنزير. لا عايزين اهزي بالله. ايه ده، اماكن جديده صح؟ انا هشوف الاماكن الجديده. يا بني اختار كده المكان اللي تحت اللي انا مختاره ده، مكان صعب. ماشي تمام، انا عايز اشوف بلاير. يا لهوي ابيض، التحديث الجامد ده والله عاجبني. مش عايز اموت يا رب، انا الست اختاروا بلاير. انا خايف، انا خايف. يا رب، يا لهوي يا رب اكون انا. مين اللي اختفي؟ مفيش حد اختفى. الواد اللي كان تحت. انا ولا كده مين؟ لا الواد اللي كان مكتوب تحت مش انت. لا بلاير الجديد ده لسه. انا ايه ده، ده الكنشنش. ايه ده الكنشنش، فين ده الحق؟ ده زومبي، ده الكنشنش الزومبي. يا ماما، ايه ده يا ماما؟ دلوقتي اصحى. انا شاب اول مره العبها بصراحه الماب. اوه فتح عينه الجميله، واضح انه مرهق. يا نهار ابيض يا شباب. يلا شباب، عايزين بقى نوصل الفيديو ده ل 100 لايك عشان نستمر في ماب الكنشنش المره. والله ما عارف. ده انت مش المفروض كلنا نبقى مع بعض؟ المفروض، بس انت صحيت في مكان غير. اوه ايه ده ايه ده ايه ده، يا لهوي يا شباب على المكان. ايه ده، افتح يا افتح يا سمسم. يعتبر لغايه دلوقتي مش لاقياك. ايه ده، انا خدت خدت الجاروف. الجاروف لا مش هتحتاجه ابدا. مش هحتاجه دلوقتي خالص؟ لا. لا مش قادر. ايوه ده هنا الباب لونه ازرق، عايزين مفتاح لونه ازرق. اوبا ده نزل. والله يا شباب مشكله، المكان جديد عليا وانا مش عارف هو هيجي فين. هو انا اللي فاهمه بس. ده لو يا شباب انا مش عارف هو هيجي فين والله، خايف. ايه ده، هو ده قدامي. السلام عليكم يا نيش نيش. اهو يا عم انت مش انت. السلام عليكم. يلا يلا تعالى 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 عند زوزو. اجري اجري، انا جيت الناحيه الثانيه الحمد لله. يا متلا متلا انا كده مت. يا لهوي ده اتزنقت. ما بص انت واحد
هو مفيش غيره ولا ايه؟ انا كل شيء اموت لا على الاحتراف. بس انا اموت واجي اسمعك. يا فين كناش نشرح؟ بص بصي يا لهوي، ده كانش مشنوتي والله، والله ما عارف يلعب. رايح بص بص واقف ازاي، رايح واقف عند الخشب، انا عايز اروح اخدها، عايز اعمل اي حاجه في الحياه. لا بص بص واقف ازاي، تعمل يعني كده مش بتعرف تلعب، يعني انا اللي زعلان كده. المفروض والله كنا لاوي، انا بس عايز انزل لها بس خايفه. انا عايز اشوف المكان، المكان بس عامل ازاي عشان انا جديد في الماب. ازيك عامل ايه ده، هي بتعمل ايه؟ الباب مش هتفتح. سلمت عليها وتقول روحي خليها تيجي، روحي خليها تيجي وتاكل اصحابنا. انا احط الخشب دي واخلص. يا لهوي يا شباب، ايه ده ايه ده ايه ده، المفروض ان الخشب تختفي من ايديا. ده كان ايش نش هو ايه ده؟ ايوه ايوه بدأ يمشي اهو. ده ايه ده في، ملاك ايوه يلا بدأت. انت ما تركز يلا مع يلا يلا يا رب بدل تكون ما لكم تركز كلكم. مع اختك. ايوه هي هي في واحده هي ماشيه ايه ايه ده، كسحيها دي كسحيها انا. ما تسيبهاش، عاش ايوه كده. يا لهو مش تعرف تيجي، هتلف لي الذكية من هنا لحد نفرم. ده شباب تعالي الكنيش تعالي الزوم تعالي تحت اهو. يا لهوي تعالي 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 خلاص. ايه ده، دي بتلفوني منين دي؟ يعني مكان يا شباب اسطوري بصراحة، انا خايف اقوم التحديث حلو قوي يا شباب. وبرضك قولوا رأيكم تحت في الكومنتات، التحديث ستار التحديث ده يعني حلو ولا القديم احلى؟ بصراحة انا شايف ده يعني شكله بس جامد قوي. المهم ايه ده ايه ده، تعالي 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 لا لا مش تعالي لازم، مش ايه ده، تعالي بص شكلها تعالي. عامل ازاي. شوف يا شباب، اختي اختي ايه ده، بتزوج مش عايزه دي بتلف تيجي. من ناحية تانية. ايه ده، الذكاء يا شباب، الذكاء بس الكنشنش. من اول الذكاء. ايه ده، هي هي رايحه راحت فين؟ فين دي؟ انا مش عارف والله رايحه فين. هو ايه المكان ده يا اختي؟ لا هو ايه ده، في هي اماكن مش كتير، عايزة تموتني. انا في اماكن كتير ما دخلتهاش. كتير قوي، بس انا طبعا اوه على طب انت عامل اللي الاماكن، قدامي ده. هي عايزه تحل معاكم الالغاز. طيب واللي حس ان هي رايحه عند المفاتيح، يعني مش فاهم. احس انه رايحة لنا. تقريبا كل اللي بيلعبوا معانا اجانب. اه تقريبا اجانب. اوه ايه ده ايه ده ايه ده، اهدف عادي يلا عليها. هي لا لا انت رايحة فين بالله؟ ايه ده ايه ده ايه ده، ايه ده، دي روحة فين؟ امشي بقى قدام. يا حول الله، يعني ده اقرب كانش شفته في حياتي صراحة. دي تعرف يا شباب لو انا جايه كانشنش الحمد لله. كنت زعلتهم زعل يا شباب. اديله بقى بوم، اديله عاش قوي. يلا بقى حاول تجيلي، حاول تجيلي انا انزل انت، عايزاك. انزل انزل لا مش عايزة اموت. تعالى لها يلا. عايزين نكسب بقى، نلعب في ما بنكسب، نحاول نكسب فيها. بص انا هموت نفسي عشان انا زهقانة. ما ايوه ما احنا كده مش هينفع، انا مش عارف موت اول لا واحد. لا 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 لا، بلاش ما اموت بالكنشنش دي نفسي يا شباب عشان صعبة جدا، يعني اصعب من يعني، لا هي صح، ما بالخنزير المرعب اسهل شوية من الماب دي. اسهل قوي. ما بالخنزير المرعب صح اسهل، لكن الكنشنش ده يعني بصوا تحسه سريع كده شوية بسرعة ومرعب، بسرعة بسرعة وبصوا بسرعة يعني بسرعة. غدار. يعني الخنزير يلا عادي. مش قوي يعني، مش زي الكنيش. يا نهار ابيض، هو برضك ايه ده، هو ليه حابب يروح المكان ده، ولا ايه حابه ليه تروح المكان ده يا شباب؟ مش عارف. باللي قدامي؟ لا لا استنى كده، وانت فين؟ ما مش قدامك. متأكدش، خايف اخش جروف ده طب حل الغاز. ايه ده انت رايح ايه ده، ايه ما ده، متيش موتنيش، عاش قوي. ازاي؟ واو بص شكرا. بص حتى ماشيه فين، حاجه غباء انت حاسه الكنشني. تموتني، عارفيني ولا ايه الاحوال؟ انا مش يا رب موت كلكم. انا خايفه قوي قدامي. يا لهوي يا شباب، يا قدامي ولا ايه؟ اكيد انتوا كده رايحين له. غريب ايه ده، ده كنشنش عجيب. تلاقيها تلاقيها بتموت الصبيان، ولقيت ما قلت مش هموت البنات. دي اصلا اجنبية، انا مش عارف والله ده هيخلصوا امتى. انا زهقت والله. طب ما تحاول تعدي اهي اهي. ايوه استخبيها هنا، استخبيها هنا. انا انت بتكلمني؟ ايوه انا بقول ايه ايه ده، ده، انا قاعد مع مين؟ ايه ده، السلام عليكم، ايه ده، هو واحد مات. كيف حالك؟ تعالى يا زميلي تعالى نرقص مع بعضينا، ما عرفكش بس ايوه يلا نرقص، احنا مش لقيته لاقيين مكان حاجه التاني. انا وانت متنا يا عمي. طب تعالى نرقص يا عم، ما تقوم ترقص، انت مالك متضايق ليه يا ازاي؟ عم؟ بص يا بال عليا، تعالى انا نبص قلت شويه. بالاحتراف. هو فين، هو بص فين؟ فتحت ايه زيه ونزلت للزومبي اشوف. ايه ده، اوعى ازيك يا زومبي، ايه ده، مش هيموتك؟ ازيك عامل ايه؟ يا مش هموتك؟ مش بيقدر يموتني اساسا، ده اوه ميت يعتبر ميت. اصل ما هو يا لا زومبي يا رب كنش اسمه نشيك السهم. زومبي فميت طبيعي. الاماكن الاسطوره دي بس لو كل نروح دي بسرعه، بيبان، اروح بسرعه اجيب الجروف وهرجع تاني. هو كل دي بيبان كتير قوي. يا تعبت والله. لهوي بصراحه الماب دي اصعب ماب، يعني كمان بالتعزيز الجديد زودوها صعوبه. يعني انا كنت بلعبها
كنت لعب الماب دي بقى من فترة، يعني كانت شبه صعبة بس أختي بتكسب، لكن أنا صعب بحسها صعبة. خنزير ممكن تبقى أسهل شوية يعني، بدأنا نعرف فيها كم مكان حلو يعني. إيه ده؟ المفتاح الأحمر. عاش عاش يا أختي لعيبة. مفتاح إيه ده أحمر. مفتاح؟ سبحان الله. إيه ده؟ واو. هو كان فين المفتاح الأخضر ده؟ نسيت. إيه ده؟ الباب ده مش عايز يفتح لي. لو نسيت إيه ده؟ تفتحي تلاقي كرنشش قدامك. لا بس مش هيموتك، ما مش عارف ليه ما موكيش. أحسن حاجة عاش جدا. المفتاح اسمه ايه ده؟ ايوه الأخضر ايه ده هم؟ طب التلاتة دول بيعملوا ايه؟ مش عارف انا. طيب ما يساعدوكي. مش عارفة، جايين يلعبوا خلاص كده. رجلي وجعتني. انا انت عمرك هربتي؟ لا هبقول ايه في اللعبة. عاش عاش يا اختي، عاش يا محترفة. هو فين ده المفتاح الكلام الأخضر؟ أنا زهقت والله. ان شاء الله شباب في انت الفيديو. عمرك لقيت ايه المفتاح ايه؟ الأخضر؟ لا ايه مش انت كان معاكي معايا بس انا مش الباب قادرة عنده اهو؟ ده هو ايه طبعا يا شباب، اختي ان شاء الله هتعمل قناة جديدة، والقناة هتبقى اسمها زوزو جيمنج. يعني القناة ان شاء الله ليه هعلن يعني عنها، اتاخد؟ هعلن اهو تقريبا ولا ما اعرفش. انت لا لا ما انا اعرفش. التحديث جدا، انا يا ريتني كنت عايش. يعني شباب القناة دي ان شاء الله يعني اختي هتلعب عليها روبلوكس، وهلعب معاها شوية، يبقى في شوية فيديوهات برضك مع بعضينا على القناة هناك. فالقناة يعني هنبدأ فيها إن شاء الله من يعني ممكن هبدأ أنا عليها في الفيديوهات الجاية بإذن الله، وهي هتبقى في الديسكريبشن. تمام، عايزكم بقى كلكم بقى تروحوا هناك تشتركوا، بس مش دلوقتي يعني، اشتركوا الأول في قناتي يعني قناة الأغاني، عشان القناة القديمة للأسف اتقفلت، كان عندي قناة قديمة وحصل فيها مشاكل. فنركز بقى دلوقتي في اللعب، أنا بصراحة زهقان يعني عايز أدردش معاكم، فمش عارف أعمل إيه عشان أنا ميت. زهقان يا شباب. خدي الجروف بقى، انا مش عارفه اخده ليه. ايه ده؟ ده في ناس دخلت اهو. بودي ستا. ايه ده يا بودي؟ يا بودي اول ما دخل مات. يا حول الله يا بودي. الجروف مش عايز يتاخد، فخلينا احسن معايا المفتاح. انا قاعد برقص يا عم بودي. ايه ده محمد جيمنج جه؟ هلا هلا محمد جيمنج، شوف شكله مضحك جدا. انا تعبت، انا مش ليا المفتاح اللي معايا، مفتاح اورنج كده. ايوه يا شباب اديله اديله، ما يلا حلوا الحاجة الالغاز. طيب مش لاقي اي. هلا بلا واو، مات ولا ايه؟ اهلا انا اللي مت مش هو. ياه اهلا. اذا راح مات الله خسارة عليك، كلنا خسارة، واحنا متنا. جامدة اوي. ايوه كده اخيرا يا شباب، يا لهوي ده انا يا تعبت يا رب شباب. انا، يا رب انا ابانا، بودي ستار لو انا احلى ولا لا. بودي. يلا بينا يا لو انا شباب، يلا بينا يا شباب. و يا ترى بقى مين اللي هيكون مجري مجرم ايه؟ كل شويه بتاع انا باين ومش عارف انا ولا انت. صح ولا معاك بس كده؟ طب هو طب كده انا كده انا يا شباب تقريبا مش انا يا شباب، ما دام يا شباب بدأ لي البدايه دي يبقى مش انا. انا حاسس يعني احساسي بيقول كده عادي. طب يا رب اكون انا. اوه انا ايه ده؟ مش انا كده يا مش انا يا شباب ولا انا؟ انا مش عارف. انا ايه ده يا بنت اللذينه؟ طبعا يا شباب مفيش تحالف، مفيش تحالف، لا مفيش تحالف. خلاص يا شباب اختي تعمل معايا تحالف وعشان نكسب. انا طبعا لا مفيش حاجه اسمها تحالف، لا لا خلاص خلاص خلاص. اورنج ماشي، يلا بينا ندور بسرعه. ادي اورنج يا شباب، يلا عاش قوي. انا ايه المكان ده يا شباب؟ ايه ده؟ 2-1 نزل تيار كمان. انت اول واحدة هو ده؟ ايه ده يا شباب؟ هو مش ده مفتاح حبيبي حبيب قلبي يا محمد. يلا بينا بقى عشان عايزين احنا نكسب النهارده في الماب الاسطوره ده يا شباب. بيه انزل بسرعه بلال، انزل بسرعه بلال. موت واحد. ياه يا بنت الذين اخت شاب، موتت واحد بسرعه. انا عايز ايه؟ عايز اركز، مش عارف والله الاضاءه دي بتتحط فين صراحه. اتحط فوق. يا ما شوف الباب. انا فتحت الباب البرتقالي. وطنيت عليا انا يا مش هسيبك. قفلت دلوقتي. ايه ده يا شباب؟ قاعده السجين. شباب اختي يا شباب قاعده بتموت في كله، انا خايف. زولت اختي يا شباب، يلا بسرعه بسرعه بسرعه، عمرك مش هتسيبني. انا جايه
المكان ده. الاخضر قصدي الاحمر، خدت اللون الاحمر يا رب. يا لهوي كنت لازم هنا. انت مذاكر قوي. اوبا اختي جايه، مش حوار بقى، مش دلوقتي مش دلوقتي. معلش مش ما تموتنيش بالله. ايش يا اختي احلى تحالف. ايش يا اختي مش مصدق مش مصدق. ما ينفعش تحط هنا. طيب انا مش عارف. طب ساعدي. طب ما تساعديني، عايز اكسب بجد بقى، عايز اجرب اكسب في الماب دي، لان انا فعلا يا شباب عمري ما كسبت في الماب دي خالص. انا نفسي فعلا نكسب فيها مرة واحدة حتى. هلا هلا بودي. كنت بموتين انت ازاي؟ والله ما عارف. ايه في واحد حط هنا؟ حلو جدا. انا معايا مفتاح لونه احمر. هو دي، هو دي عايز ايه؟ انت طيب مش عارف دلوقتي اعمل ايه. طيب انت بتبقى بس معاك اللمبه، هو معاك اللمبه، اللمبه تحت. انا بقى انا معايا المفتاح الاحمر. اللمبه مهمه قصيره. طب انا اطلع اشوفك بالمفتاح. تعالوا بي. طب انت ليه مفتاح ازرق؟ ازرق؟ لا تعالوا كده يا شباب نحاول 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 نعمل اللي علينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ايه اللي بيتحط هنا ده؟ الاسلاك عشان باب يتفتح. اوه لازم يا شباب نحط الاسلاك عشان باب يتفتح. طب ده ده حوار كبير. ازيك يا مرشد؟ هلا هلا عامل ايه حبيبي؟ خلاص موتي بقى. ماشي موتي من دلوقتي عادي. خلاص بقى عادي يا شباب، لان انا مش عارف اعدي. حاسس انا مش عارف اعدي. لا احنا كده لازم نجري بقى من الكنيش المرعب. ايه ده ما ينفعش انط اوت من هنا؟ ايه ده بنط على يا لهوي يا نوتي. اوه ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوه يا بنت اللعيبه. ايه ده ايه ده؟ مش ده جيجا ورا. يا لهوي يا شباب ده في حد عايش لسه. مين اللي عايش يا شباب؟ او مرشد خلي بالك يا مرشد، احذر يا جدع، احذر احذر احذر. ايه ده يا عم بقى؟ بص بقى شكله عامل ازاي. يا نهار يا شباب. ايه ده الجيم خلص بسرعه جدا يا شباب. يلا بينا يلا شباب نختار انهي ماب. ممكن عايزين حاجه ايزي بس. ما هو المكتبه دي بيزي. فين دي؟ ايه ده وهي هي؟ خلاص يا شباب نعمل لها بوت وبلاير. لا يلا بوت وبلاير. ليه؟ انا هموت بسرعه. لا لا يلا بوت. انا اخترت يا شباب بوت وبلاير. بوت وبلاير بوت وبلاير بوت وبلاير. لا 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 يا ترى مين؟ ايه ده كل دي سكاكين؟ اوبا على الاسطوره. مش معاك ولا سكينه. ايوه شكلها جامد بس ايه ده؟ سكينه الايس كريم. مش ده ينفع؟ يا اوه دي كانت تبقى ورايا صح؟ اوعى ايه ده براحة يا عم فيه. يعني نفسي اطلعها ولا لو كده ينفع نضرب الكنشنش تبقى ماب جامدة. انت تحالف. مفيش تحالف يا شباب. هننهي فيديو النهاردة وهموتهم كلهم. حبايبي يا ابطال انا الكنيش المرعب. يلا بينا يا شباب. ومعايا ومعايا الايس كريم. ايه ده انا مش معايا بتاعت الايس كريم ولا معايا؟ اطرح. يلا شباب انا مش انا متحمس جدا والله متحمس. يلا بينا. انا نزلت. اوه انا الكنيش. ما ينفعش انزل من هنا. لا يا شباب شوفوا رجله، شوفوا رجله عامله ازاي وجسمه عامل ازاي. يا نهار ابيض مخيف جدا يا شباب. يعني شوف هو في حد كده؟ ما فيش حد. تعالوا نشوفوا كده هو ينفع الكنيش يرقص. نحاول. ما هو مرعب. ما فيش مرعب. ماشي تعالى يا بودي. لا بلاش بلاش نخدك ببودي.
لان اول مره يلعب معانا، اول مره يشوف الصح معانا. ماشي، مش هاخده بأي حد خالص. ايه ده، واحد اول ما نزل عليا على طول. يا عم مش قصدي، والله ما قصدي اموتك. اوعى تتمسكي في التراب بتاعي، جاي ليك. اوه ديلو، انت فين؟ انت رحت فين؟ انت لحقتي يا بنت اللذينة؟ مش هتشوفني ولا هتعرف انا فين. كان حط شباب ترابين. اوه بودي، بص بودي خاف، بودي خاف اول ما شافني. انت مش هتعرف ابدا انا فين. ايوه تعالى يا بودي، انا مش هسيبك بقى. بوم، وقع في الفخ بقى بتاعي. بوم، تعالى يا بودي، اللي هيقع في الفخ سيموت. انا المرعب. تعالى اختي، تعالى يا اختي، تعالى، مش هسيبك. قاعده بتقول هتكسب يا شباب وبتغزني، اما نشوف مين اللي هيكسب على التاني. اهلا جدا، اهلا بيكي، اهلا جدا، اهلا ليكي. اللي. هتكسب يا شباب، يا لهوي. يلا يا شباب هجوم عليه. ايه ده، حاول ده بيطلع ازاي؟ انا مش بيطلع. يا لهوي، ايوه اختي جت هنا. ماشي تمام، نركز بقى. ايه ده، ازاي يا شباب؟ شوفوا نطت ازاي. لا لا، ده احنا مش هينفع نسيبهم، مش هينفع تسيبهم. بوم، تعالى يا نوتي. انا مش هسيبهم، مش هسيبكم كلكم. انقذ انقذ حد، ينقذني. تعال كده يا بلال، تعال لي. انا اهو، انا اهو انا مستنيكي، انا فوق وانا مستنيكي تحت. اطلعي فوق زي والله عارف. ايه ده، وانت الوحيده اللي عايشه ولا ايه؟ لا احنا مستنيين كتير قوي، بس هم قاعدين فوق، قاعدين فوق. تمام، شكرا جزيلا على هذه المعلومة. اختي قالت لي اللي هم قاعدين فوق، احنا دلوقتي هنعمل شغل جميل قوي. انا حاسس الشباب اللي هم هيكسبوا واخدوه بيا. مرحب بيكي. ايه ده، اوه عاش، هو ده الكلام. شوفوا يا شباب، الكنيشنش المحترف بيعمل ايه. ده ايه ده، هو مش عارف امشي. اوه هو ده الكنيش المحترف يا شباب، شفتوا بقى؟ اتعلموا بقى يا شباب ازاي تلعبوا بقى. ايه ده، ازاي يا شباب؟ ايه ده، ايوه بقى يا لعيب. ايه ده، هو بيمشي ليه لوحده؟ استنى يا عم الكنيش، انت مستعجل على عايز تاكل الناس. استنوا يا شباب بقى، نركز، عايزين نشوفه فين. احنا نستخبى هنا ونبص. تعالوا كده عشان هم فتحوا. ايوه ما انا شايفه، شايفه، عايز اخده بيه يا شباب. تعال نشوف انا ولا انت. تعال يا نوتي. ايوه انا بقى هلعب معاه اللعبه بقى، هو اكيد شايفني كده وانا كده شايفه. فين وفين؟ اوبا، تعالى بقى، هو ده الكلام. شوف 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 شباب الاحتراف. يلا مش هسيبه، مش هسيبه، مش هسيبه. هو راح فين؟ ايه ده، اهو. ازيك، عامل ايه؟ ده لو هينزل ولا ايه؟ ده كده انا خايف لحسن يكون ده خلاص بقى يتكه، بس يجيب مفتاح واحد ويكسب يا شباب. ولا ما اسيبك، تعالى تعالى يا نوتي، تعالى تعالى، مش هسيبك، تعالى يا محمد، انا ليش هسيبك؟ طب والله ما هسيبك. مش عارف، بص بص الكنيش بيمشي بصعوبة ليه، بس صح ده اسهل.
والله ما هسيبك يا جدع. فاكر لا مش هسيبك، هتقعد هنقعد كده 4 دقايق. حط له طلاب على السلم ما انا خلص كده. وروح من السلم التاني. ايه ده انت عايز تقول اجاباتك؟ هو راح فين يا شباب؟ يا لهوي ده نزل، يا لهوي يا شباب ده نزل، بس هيكون لها مفتاح او قاعد بيغيظني اهو. انا عايز افتح له الباب والله. ايه بقى نفضل قاعدين كده كتير ولا ايه يا عم محمد؟ ايه ده هو مات؟ ايه ده شباب ازاي؟ انا موته ازاي؟ ده هو اللي قرب. ايه ده؟ طب ايه ده؟ حبيبي شوفي لي كده مين تاني؟ لا مش اي حد، مش اللي انت ولا كده بقى؟ ايه ده يا لازم تستنى الوقت اللي فوق. ها ها ها. ايه ازاي؟ مش انا موتت كل موتت كلكم؟ ايوه بس برضك انا موتت كلكم بس في اخر الوقت عشان كده خرجنا من الجيم. لا يا شباب احنا لازم نستنى 2 دقيقة. لا يا شباب ده المفروض والله التحديث يعني يظبط الحاجه دي، يعني المفروض اللي احنا لما موت كذا الخنزير معي بيقول لي جيم اوفر مثلا، او يعني يقول لهم هم، فالمفروض اللي انا اكسب بقى كده على طول. لكن السنة 3 دقايق كتير صراحة يا شباب. تعال نكلم متابعين بقى. اهلا عاملين ايه؟ الكنيش بيسلم. الكنيش بيسلم عليكم. يلا بيها يا شباب، يا بقى 2 دقيقة وانا اكتر حبيبي. الحمد لله يا محمد. طبعا يا شباب انا بقى عقبال ما الوقت يخلص ويخلص يعني نقعد بقى نكلم شويه في المتابعين، نكلم متابعين. ايه ده؟ ده جهاز هاكر ده ولا ايه؟ يلا هو جهاز اسطوره يا شباب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى ايه ده؟ تعالوا كده نقف هنا، يا هيحصل لنا حاجه. ايه ده؟ انا طبعا الكنيش يعني مش هيحصل لنا اي حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ اوه بص دي الاداه دي، جامد يا شباب. اوعى ايه ده؟ ايه ده؟ شوفوا شوفوا حتى الكمبيوترات مرعبه يا شباب. اوه موت نفسك ليه يا عم؟ ايه ده يا شباب؟ ده في واحد دخل فين ده؟ اهو اوه مات. عاش. على مين؟ على مين؟ موتت على طول. يلا بقى احلى مسا عليكم. معلش يا شباب موتتكم كلكم، بس انا متحمس قوي لان انا دلوقتي متقمص شخصيه الكنيش. ايه ده؟ ده لازم هنا كانت تتحط هنا اللمبه. اوه حلوه حلوه. انا وانا ماشي بالكنيش بقعد استكشف بقى المكان. ايه ده اللون الاخضر؟ بصوا ايه رايكم يا شباب في سكينه الايس كريم الجامده دي؟ جامده طحنه على فكره يا شباب. سكينه الايس كريم دي حلوه قوي. المكان ده، المكان ده فيها الغاز كتير، في حاجات كتير قوي المفروض تتحط. حلوه قوي. نستكشف بقى عشان لما نبقى نيجي نلعبها تاني لو وصلت الفيديو 100 لايك نبقى نلعبها تاني، وان شاء الله نحاول نعدي منها بقى ونعدي من الكنيش المرعب يا شباب. خلاص بقى احنا ننهي الفيديو هنا خلاص، يعني باقي 22 ثانية فبس كده. فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، فعل زر الجرس عشان يظهر لك كل الفيديوهات الجيمنج الجاية الجديدة. وبس كده، كل سنة وانتم طيبين. اي بي جيمنج ابطال الجيمنج. ويييي.